متابعي قناة جديد عروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. أولا وقبل كل شيء، رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم يا ربي بالصحة والسلامة، وما تنساوش إخوانكم اللي تيموتوا مساكن الجوع بالدعاء، الله ينصرهم يا ربي. نبداو على بركة الله. بالنسبة لهذا الفيديو غيكون مقسم على جوج أجزاء. هاد العروض هادو غيكونوا نهار الثلاثاء جوج أبريل، وبالنسبة يعني من بعد هاد الكتالوج غتشوفوا العروض اللي غتكون نهار الثلاثاء 26 مارس. هاد العروض اللي تتشوفوا يعني كلها تكون عروض وطنية. نبداو على بركة الله بأول منتوج. كاين معنا هاد العشون ديال البقر، داير 25 درهم، يعني باك فيه جوج، كل واحد فيه 550 غرام، يعني نص كيلو وشي حاجة. كاين معنا هاد الجبن اللي داير 18 درهم، 360 ريال، فيه 24 قطعة. كاين معنا هاد البسكويت ديال الشوكولا، داير 7 دراهم، 140 ريال. وما تنساوش بغيت اي واحد تيشاهد الفيديو يضغط لتحت يضغط على زر ديال الاعجاب، اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو ديما الجديد، واللي مجرب شي منتوج من هاد المنتوجات يقولنا الراي ديالو في التعليقات باش كلشي يستافد. كاين معنا هاد المنظف ديال النوافذ ديال السياره، 30 درهم، 600 ريال. كاين معنا حتى هذا خاص بالتنظيف ديال الحواف ديال السياره، داير 50 درهم، 1000 ريال. كاين هاد اللامع ديال الإطارات ديال السيارة اللي داير حتى هو 50 درهم، 1000 ريال. كاين معنا هاد الفوط الصحية، 14 بياسة، 20 درهم، 400 ريال. كاين معنا هاد المزيل ديال العرق، كاين ديال العيالات وكاين ديال الرجال، داير 27 درهم، 540 ريال. كاين معنا هاد الباك ديال المنظف ديال الأرضية، داير 12 درهم، 240 ريال. كاين معنا هاد الباك، داير 35 درهم، 700 ريال. كاين معنا المنظف ديال الاواني، داير 13 درهم، 260 ريال. كاين معنا الباك ديال 5 ديال العلب ديال المناديل، 25 درهم، 500 ريال. كاين معنا هاد المناشف 3 بيهم، دايرين 20 درهم. كاين معنا الاسفنجات ديال التنظيف، 3 بيهم دايرين 5 دراهم. دابا غندوزو نشوفو العروض اللي غتكون نهار الثلاثاء 26 مارس، حتى هي عروض وطنية يعني غتكون جميع متاجر بين. كما قلنا هاد العروض غتكون يعني وطنية بجميع متاجر بين نهار الثلاثاء 26 مارس. كاين معنا هاد التقيش راس ديال الرجال بويض، اللي دايرين 13 درهم ونص، 250 ريال. كاين معنا ثلاثة ديال الباك، فيه 3 تقاشر ديال العيالات، 20 درهم، 400 ريال، يعني 3 ديال التقاشر ب 400 ريال. كاين معنا هاد 3 ديال التقاشر ديال الأطفال، 18 درهم، 360 ريال، فيهم ديال الأولاد وفيهم حتى ديال البنات، نفس الثمن. كاين معنا الشامبون ديال السجاد ومنظف ديال الرخام، اللي دايرين هاد الباك يعني كل واحد فيه طرو، 600 ريال، 30 درهم. كاين معنا الآلة ديال الحلاقة اللي دايرة 15 درهم، 300 ريال. كاين معنا الشامبون اللي داير 47 درهم، 940 ريال. كاين معنا هاد المناشف ديال المطبخ ديال سيلباك،
كاينه راه 8 ديال المناشف اللي دايرين 25 درهم 500 ريال، عفوا كاينين جوج ماشي 8. كاين معنا المنظف ديال الاواني داير 20 درهم، هاد الباك هذا فيه 2 كيلوغرام، وما تنساوش اخوانكم الدعاء الله ينصرهم يا ربي في هذا الشهر المبارك. كاين معنا هاد الدقيق ديال الحلويات 10 كيلوغرام داير 44 درهم 880 ريال. كاين معنا هاد الفينو 10 كيلو ب 80 درهم 1600 ريال. كاين معنا هاد الشعير ديال القمح الصلب ديال مزية داير 38 درهم 3 كيلو 660 ريال. وكاين معنا هاد السميدة ديال السميدة رقيقة ديال مزية 5 كيلو 49 درهم 980. كاين معنا هاد المزهر 7 دراهم. الكريمة النباتية 500 ملي يعني السيترو 22 درهم 440 ريال. كاين معنا هاد المارغرين ديال التوريق نص كيلو ب 500 ريال، عفوا ب 15 درهم 300 ريال. كاين معنا هاد الصلصة ديال الصلصة حلوة اللي دايره 22 درهم 440 ريال فيها 300 غرام. كاين معنا هاد الجبن 420 قطعه 18 درهم 360 ريال. كاين معنا هاد الجبن ديال جبلي 150 غرام، يعني 3 ديال القطع كل وحده فيها 150 غرام 30 درهم يعني 10 درهم الوحدة. كاين معنا هاد الماء معدني 12 القرعة ب 20 درهم. كاين معنا هاد الحليب بالفواكه داير 7 درهم ونص 150 ريال فيه 4 يطرو. كاين معنا هاد العصير داير 13 درهم 260 ريال. كاين معنا هاد الحليب بالشوكولاتة يعني نسلي 500 غرام ب 40 درهم 800 ريال. كما قلنا هاد العروض هادي اللي تشوفو دابا غتكون هاد الثلاثاء 26 مارس، يعني عروض وطنية بجميع متاجر بيم. كاين معنا الكعكة ديال الشوكولاتة 700 غرام 30 درهم 600 ريال. كاين معنا هاد الحلوى اللي فيها 450 غرام دايره 25 درهم 500 ريال. كاين معنا هاد البسكوي 633 غرام داير 25 درهم 500 ريال، وهاد البسكوي هذا داير 20 درهم فيه 300 غرام يعني 400 ريال. كاين معنا هاد الشكلاط انوار يعني 175 غرام 20 درهم 400 ريال. كاين معنا هاد البسكوي اللي فيه 200 غرام داير 10 درهم. كاين معنا هاد الحباس ديال الشكلاط ديال إيكوبيل 10 درهم فيها 200 غرام. واخواني اخواتي الى هنا ينتهي الفيديو ديال هذا النهار، ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات، واللي مجرب شي منتوج من هاد المنتوجات يقولنا الرأي ديالو والتجربة ديالو مع كل منتوج باش كلشي يستافد. وما تنساوش الضغط على زر ديال الإعجاب باش تشجعونا، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله، وشكرا مرة أخرى على المشاهدة.